تأخر كبير على مستوى المدرجات. فريق الوداد والصور جميلة أكيد في المدرجات، صور رائعة في المدرجات. هنا الإبداع، هنا الإمتاع، هنا رائعة من روائع جمهور البيضاوي، هنا صناعة الفرجة الحديثة في كرة القدم المعاصرة، هنا فن جديد ينضاف لأنواع الفنون الجميلة كالرسم والسينما والمسرح. يرسمون لوحاتهم بإبداعهم الجميل والخاص، يسوقون صورة حضارية للجمهور المغربي في مسرح كروي اسمه مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. سأقف تحية لكم، سأصفق تقديرا على ما تقدمونه طيلة موسم، واليوم تكملونه بهذه اللوحة الجميلة التي تفرحون بها بلقب جديد ينضاف لخزينة ألقاب الوداد، هي 18 لقب بالتمام والكمال والنشيد الوطني المغربي. وأنا في الأحلام صراحة أقولها بكل افتخار، أنتم مدرسة من مدارس التشجيع، أنتم الأساتذة، أنتم الإبداع، أنتم الإمتاع، أنتم الإقناع، أنتم نوع من أنواع الجنون الكروي. بعد تيف وصية الأجداد والمطالبة بالعودة إلى الأمجاد، ها هي الأعياد، أعياد الاحتفال بالبطولة رقم 18 في تقنية بثلاثية الأبعاد. صور جميلة أكيد معبرة للجماهير المغربية التي ظلت دائما رائعة سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد العالمي. هنا طبعا الاحتفالية، هنا صور للذكرى، هنا الوداد، الوداد التي احتفلت باللقب، الوداد التي تستحق اللقب، الوداد اليوم التي تختم موسم باحتفالية رائعة على مستوى المدرجات. نتمنى أكيد أن تتواصل كذلك على مستوى هذا المواجهة بين فريقي الوداد الرياضي وأولمبيك خليفقة. أكيد هنا صور غنية عن كل تعليق، هنا صور غنية عن كل تعليق، هنا المركب الرياضي محمد الخامس من مدينة الدار البيضاء، هنا العالمية، هنا الفرشة، هنا الإطارة، هنا فريق الوداد، هنا فريق أولمبيك خليفقة في لقاء العمر، في لقاء الاحتفال، في لقاء الفرشة، في لقاء التشجيع. أكيد نبدأ مشاهدنا الكرام بتشكيلة كل فريق، والبداية أكيد ستكون بفريق الوداد الرياضي الذي سيدخل بالأسماء التالية على مستوى حراسة المرمى. هناك محمد عقيد.